اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5، واللي اول مرة يشوفنا فاحنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نفصل شوية بقى من الافلام، وخصوصا بقى ان الفترة دي الافلام الجديدة مش احسن حاجة الصراحة، ونرجع بقى للمسلسلات بعد غياب طويل قوي. وعشان يكون الرجوع قوي جدا لازم نبدأ بقى باقوى انواع الدراما اللي بيحبها اغلبية المتابعين العرب، وهي الدراما التركية. والنهارده بقى بنرشح افضل 5 مسلسلات تركيه في 2024، وكالعاده في اختياراتنا نوعنا فيها عشان كل الاذواق، ما بين الرومانسي والدراما والجريمه والاكشن والغموض. يعني في الاخر كل حاجه ان شاء الله بتحبها هتلاقي منها حاجه موجوده عندنا في حلقه النهارده. وعشان كده بقى ما تفوتش حلقه النهارده دي، ويلا بينا نبدا حلقتنا. في المركز الخامس معانا النهارده بنبدا بمسلسل لعشاق الجريمه والاكشن، وهو مسلسل الغدار. المسلسل اللي بتدور احداثه حوالين داغان، الشاب اللي فضل بعيد عن اهله لمدة اكتر من 2 بسبب الخدمة العسكرية اللي عاش فيها احداث صعبة جدا جدا سابت اثر كبير قوي عليه، وبقى محتاج فعلا اجازة عشان يقدر يداوي جروحه النفسية دي، عشان يرجع الحي بتاعه تاني ما يلاقيش اي حاجة من اللي كان سايبها في حياته قبل كده. رجع لقى ايدان خطيبته اختفت وسابته، واخته هربت مع واحد غريب ما يعرفوش عنه حاجة، ولقى أخوه ساب الدراسة ودخل في عالم العصابات، وأبوه وأمه حالتهم أسوأ من كده كمان. يا ترى بقى إيه اللي حصل الفترة دي غير كل الدنيا دي كده؟ ملقاش ولا رد على الموضوع ده غير عرض واحد من واحد اسمه كيرا اللي بيسموه المدير هناك، عشان يشتغل معاه ويرجع اللي خسر من حياته. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الحلو قوي ده. في المركز الرابع معانا النهارده اخترنا مسلسل بهار، المسلسل اللي تصدر اكتر الاعمال التركيه مشاهده في 2024، واللي بتدور احداثه في اطار من الدراما الاجتماعيه والتشويق. وبيحكي المسلسل بقى عن الشابه الطموحه بهار اللي اتخرجت من كليه الطب، بس بعد لما اتخرجت من كليه الطب قررت انها تاجل كل احلامها وتتخلى عنها كمان عشان عيلتها وعشان حياتهم. وفعلا بتتحمل بهار المسؤوليه، وبترعى جوزها الجراح الناجح جدا واولادها الاثنين، وبتبقى فعلا مثال لست البيت المثالية لأبعد الحدود اللي بتوفر لحياتها وعيلتها النجاح بس. وفجأة بقى بتتعرض بهار لمرض خطير، واللي لازم بسببه تعمل عملية زراعة كبد بس بشكل مستعجل جدا. المرض ده كان نقطة تحول في حياتها، لأنها بالرغم من كل التضحيات اللي عملتها لعيلتها في حياتها إلا إن المهنة دي كشفت ليها مشاعر عيلتها الحقيقية ليها، وهنا بقى بتتغير حياتها كلها، وبتقرر إنها لازم ترجع تكمل تحقيق أحلامها اللي سابتها قبل كده. يا ترى بقى هتنجح في الموضوع ده ولا لا؟ كل ده تعرفه في احداث المسلسل الروعه ده، اللي لو ما شفتوش صدقني لازم تشوفه ومش هتندم ابدا. في المركز الثالث اخترنا المسلسل اللي تسبب في حاله من الجدل في تركيا الفتره الاخيره، لدرجه انه اترفع بسببه شكاوي وصلت ل 32,000 شكوى وصلت لاداره الاعلام، ده غير كمان انه تصدر البحث في تركيا وفي اغلبيه الدول العربيه، وهو مسلسل البراعم الحمراء. المسلسل اللي بدور احداثه حوالين مريم اللي بتنتمي لطائفه دينيه متشدده في تركيا. الطائفه دي هي من وحي خيال المؤلف، وفجاه مريم بتكتشف ان جوزها بيخطط انه يجوز بنتهم الوحيده زينب اللي عندها 14 سنه بس لحفيد زعيم الطائفه دي، في الوقت اللي هي اصلا بتخطط لبنتها انها لسه تدخل الجامعه، وطول الوقت بترسم احلام لمستقبل بنتهم. الموقف ده اللي تحول لصدمه في حياتهم، وبسببه بقى مريم قررت انها تهرب من جوزها وطايفته وتاخد بنتها وتطلع على اسطنبول، وهناك بتقرر انها تروح لدكتور اسمه ليفانت، وده دكتور نفسي من اكتر المعارضين للطايفة في البلد دي. راحت له ليه؟ عشان يحميها هي وبنتها. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. في المركز التاني معانا النهاردة لازم طبعا يكون في وجود لواحد من اجمل المسلسلات التركية في التاريخ، وهو مسلسل القضاء. مرشح لكم النهارده الجزء الثالث من المسلسل، اللي بتدور احداثه حوالين جثه واحده مجهوله لقوها في صندوق قمامه في الشارع، وعلى طول بقى شكلوا فريق للتحقيق في الجريمه الغريبه دي، واستدعوا بقى من حسن حظنا طبعا مين؟ وكيل النيابه الغاز والمحاميه جيلين، عشان يحلوا لغز القضيه دي ويعرفوا مين صاحبه الجثه ومين اللي قتلها بالشكل ده ورماها في الشارع. وهما بقى بيعاينوا الجريمه ومسرح الجريمه بيكتشفوا وجود كريدت كارد كده موجود في الصندوق اللي كانت فيه الجثه، والكريدت دي بعد لما كشفوا عنها لقوها انها بتخص ضابط من ضباط المناصب العاليه قوي قوي في الدوله، ومبقاش قدامهم دلوقتي غير ان هو يكون المتهم الاول والوحيد في القضيه دي.
يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده تعرف في احداث الجزء الرهيب جدا من المسلسل ده. في المركز الاول معنا النهاردة اخترنا مسلسل رومانسي جريمة وتشويق، وهو مسلسل شخص اخر. المسلسل اللي بتدور احداثه حوالين قضية قتل وحشية حصلت لواحد اسمه حمدي اطلباي، اللي لقوه مقتول في غابة بعيدة بشكل بشع جدا. عشان بقى تربط القضية الغريبة دي بشكل غير متوقع خالص ما بين المدعية العامة ليلى، الشخصية المثالية جدا اللي بتدور على بداية جديدة في حياتها، وبين كنان الصحفي الطموح جدا، واللي بقى بعد ما بدأ التحقيق في القضية دي بتكتشف ليلى وكنان روابط وصلة غريبة جدا ما بين الضحية دي وبين شخصيات عندها نفوذ كبيرة جدا جدا في الدولة. والظاهر بقى كده ان القضية دي هتوصلهم لعالم كبير قوي من الفساد. بس القضية دي زي ما كانت بداية للتعاون ما بينهم، كانت بداية برضو لقصة حب ما بينهم. بس قصة الحب دي بقى ممكن تبوظ القضية كلها. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ كل ده تعرفه في احداث المسلسل الروعة ده اللي يستحق بكل جدارة ان يكون هو المركز الاول معنا في حلقة النهاردة. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.